للأسف كل ما بيكون في عاصفة كبيرة بالمنطقة بتشتت لبنان. أنا بدعي للبنان بكل صراحة الحيادي المسلح، الحيادي القوي. خلينا نقول للمواطنين شو عم تعمل الموازنة. عم تنزل من 6.5 مليار عجز ل4.5 على الورقة والقلم، ومؤخرة 6 أشهر يعني عمليا هالتوفير الملياران بيعملوا مليار مش مليارين، يعني رح نعجز 5.5 السنة. بس اقتصاد مثل لبنان، اقتصاد قيمته 58 مليار يستورد ب20 مليار ويصدر بمليارين، مش اختلال، في انهيار، في انهيار للطاقة الانتاجية في لبنان. في ناس عم تقول لا لا خيي هتنامي بتغلي على المواطن. يا حبيبي ليش بتغلي على المواطن؟ المواطن نشتري سلع لبنانية. تدهور البنى التحتية في لبنان حول البيئة الاقتصادية في لبنان وبيئة الأعمال في لبنان إلى بيئة غير منتجي بكل معنى الكلمة. من 8 أشهر لليوم شيء تغير أساسي، شيء تغير أساسي. طلعت الفوائد اللبنانية على بيئة الأعمال اللبنانية على كل واحد بيشتغل لبنان، طلع من 6% لل15. يعني ما بقى فيك تعملي ولا أي بزنس في لبنان. السياسة الاقتصادية وين؟ وين تحكوا بالمال؟ ما الاقتصاد قبل المال، الاقتصاد بيجيب المال. بدنا رؤية أي متى نوصل على عجز صفر. نحن رايحين على انهيار تام. في دواء بدنا ناخده، هذا الدواء كلنا بدنا ناخده. بس تأجل 7 مليار دولار وتتدين، يعني أنت عم تشيل من جيبة ولادك. أنت تتقبل تعيش هلأ تاكل وتشرب مثل ما أنك عايش بمستوى حياتك، عم تقبل وعم تحتم على ابنك وبنتك يعيشوا بربع مستوى حياتك.